إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ، سنتطرق اليوم إلى التمرين الرابع من درس التيار الكهربائي لو كورون إلكتريك. يقول نص التمرين: ماذا يمكن أن نحسب بالأمبيرمترات A1 A2 A3؟ إذن سوف نستعين بالشكل جانبه. إذا بالنسبة للأمبيرمتر، إذا أولا الأمبيرمترات، الأمبيرمترات إذا بالنسبة للأمبيرمتر A1 يمكننا من حساب أو قياس التيار E1 المار في المولد. إذا الأمبير متر A1 يمكننا من قياس تيار E1 المار في المولد، بينما الأمبير متر A2 سيمكننا من قياس التيار الكهربائي E2 المار في المصباح لا لامب L1. إذا A2 أمبيرمتر A2 سيمكننا من قياس تيار E2 المار في المصباح L1، بينما الأمبيرمتر A3 سيمكننا من قياس شدة التيار الكهربائي E3 المار في المصباح L2. المصباح L2، إذا الأمبيرمتر A3 سيمكننا من قياس شدة التيار E3 المار في المصباح L2. يقول السؤال الثاني: هل الأجهزة مركبة بشكل صحيح؟ إذا لاحظنا الجهاز A1 الكم كوما يعني مع الجانب السالب، بالنسبة A3 الكومان ديالو مع الجانب السالب، إذا هذا هو القطب السالب، القطب السالب هو هذا، وهذا هو القطب الموجب، إذا القطب الموجب هو هذا والقطب السالب هو هذا، إذا الكومة خاصها تكون مع القطب السالب، الكومة مع القطب السالب. إذا لاحظنا A2 الكومان ديالو ماشي مع القطب السالب، الكومان ديالو الفوق مع القطب الموجب، إذا الكومة خاصها تكون مع القطب السالب، إذا الكوماند ديال A3 مع القطب السالب، الكوماند A1 كذلك مع القطب السالب، بينما الكومة ديال A2 ماشي لتحت، خاصها تكون تحت باش تكون مع القطب السالب. إذا الجهاز سؤال ثاني: الجهاز A2 غير مركب بكيفية صحيحة، لأن المدخل كم ليس في جانب القطب السالب للمولد ولا للدار. إذا الجهاز A2 غير مركب بكيفية صحيحة لأنه ليس في الجانب القطب السالب للمولد. إذا يقول السؤال 3: ما هو نوع الدارة الكهربائية المركبة جانبه؟ نوع الدارة الكهربائية المركبة جانبة. إذا نوع الدارة الكهربائية المركبة جانبة هي دارة مركبة على التوازي، دارة مركبة على التوازي هو نوع الدارة المركبة. لماذا؟ لأن جميع عناصرها متوازية، جميع لي برونش ديالها يعني الجذوع ديالها في تركيب متوازي. يقول السؤال الرابع: نقرأ في الجهاز A2 التيار E2 يساوي 0.18 أمبير. نعم، عند عيار A2 اختر العيار الأصح أي الأنسب من أجل قراءة
قراءة مريحة، من أجل قراءة مريحة ومناسبة، هل سنستعمل العيار 20 ميلي أمبير، العيار 200 ميلي أمبير، أم العيار 20 أمبير؟ إذا لدينا 4 عيارات. عندما استعملنا العيار 2 أمبير قرأنا على الأمبيرمتر 0.18 أمبير، وهي قراءة غير مريحة. إذا سوف نضبط عيار الأمبيرمتر لكي تكون القراءة مناسبة. حسنا، إذا تيار اي 2 يساوي 0.18 أمبير. 0.18 أمبير هي 180 ميلي أمبير. حولنا من الأمبير إلى الميلي أمبير. 0.18 أمبير هي 180 ميلي. العيارات المستعملة لدينا الكاليبر الأول هو 2 أمبير، يجب أن يكون العيار المتخذ مناسب لهذه القراءة، أي يتخذ قيمة قصوية ل 180 ميلي أمبير. 2 أمبير غير مناسبة للقراءة. سنستعمل العيار الثاني. العيار الثاني كم؟ 20 ميلي أمبير. 20 ميلي أمبير هي قيمة أقل من 180 ميلي أمبير، إذا هو كذلك غير مناسب. سي واحد كبيرة جدا من 180 ميلي أمبير. سي واحد 2 أمبير هي 2000 ميلي أمبير، و 2000 ميلي أمبير كبيرة جدا من 180 ميلي أمبير. 20 ميلي أمبير صغيرة جدا من 180 ميلي أمبير. العيار الثالث هو 200 ميلي أمبير. 200 ميلي أمبير قريبة ل 180 ميلي أمبير. والعيار الرابع لدينا 20 أمبير. كم هي 20 أمبير؟ هي 20000 أمبير. إذا العيار الأول والأخير عيارات كبيرة جدا من التيار المقروء. العيار سي 2 20 ميلي أمبير أصغر من 180 ميلي أمبير، إذا حتى كذلك حتى هو غير مناسب. إذا العيار المناسب للقراءة هو العيار الثالث 200 ميلي أمبير. إذا نكتب العيار المناسب للقياس والقراءة المضبوطة والقراءة المضبوطة هو عيار 200 ميلي أمبير. 200 ميلي أمبير أكبر بقليل من 180 ميلي أمبير، إذا هو العيار المناسب للقراءة المضبوطة. إذا يقول السؤال 5، مثل التيارات A1 A2 A3 في الدارة، يعني التيار A1 A2 A3. طبعا التيار A1 هو المار في A1 هو المار في A1، التيار E2 هو المار في A2، والتيار E3 هو المار في A3. إذا المولد هذا هو القطب الموجب وهذا هو القطب السالب. إذا التيار يخرج من المولد من القطب الموجب كما لاحظنا في الأمثلة والملخصات السابقة. إذا التيار E1 يخرج من القطب الموجب للمولد. التيار A1 يخرج من القطب الموجب للمولد. هذا التيار هذا سيمر من هاته أو من هذا الجذع أو سيت برانش، وسيدخل إلى العقدة B. إذا B عبارة عن عقدة. ماذا يحدث للتيار الكهربائي في العقدة؟ يتقسم إلى تيارات أخرى. إذا هنا A1 سيدخل إلى B، سنحصل على تياران. التيار الأول يمر في المصباح L1 وفي أمبيرمتر A1، سنسميه E2. إذا E2 يتفرع من E1، وكذلك هنا لدينا التيار E3. إذا E1 يدخل يخرج E2 و E3. إذا E2 يمر من B ل A، و E3 يمر في هذا المسار. E3 يمر في هذا المسار. إذا E3 سوف يمر في المصباح L2 لكي يشتعل، ويمر في جهاز الأمبيرمتر A3. إذا E1 يخرج من القطب الموجب، يدخل للعقدة B، يتفرع كذلك، ثم يجتمعان في النقطة A. E3 و E2 يجتمعان في نقطة A ليعطي التيار E1 الذي يمر في هذا الجذع دون سيت برونش. إذا يقول السؤال السادس، نعتبر أن E2 يساوي 0.18 أمبير، و E1 كمية كهربائه 60 كولومب في كل 4 دقائق، ما معنى هذا؟
ما معنى يعني اي واحد كمية كهربائه كو، كو هي كمية الكهرباء، ماذا تساوي؟ 60 كولومب، 60 كولومب هي كمية الكهرباء المرة طبعا في دارة التيار اي واحد في كل 4 دقائق، يعني المدة الزمنية هي 4 دقائق، و4 دقائق يجب أن نحولها إلى الثانية، 4 في 60 ثانية. إذن يجب أن نحترم الوحدة العالمية. إذن يقول السؤال ألف، حساب إي واحد واستنتاج إي 3، احسب إي واحد واستنتج قيمة التيار إي 3. إذن من أجل حساب قيمة تيار اي واحد سنستعمل العلاقة اي واحد تساوي كيو على دلتا تي، كيو على دلتا تي، كيو هي 60 كولومب ودلتا تي هي 4 في 60 ثانية، 4 في 60 ثانية. اذا سنحسب بالآلة الحاسبة، 60 مع 60، 1 على 4 هي الربع، الربع. اذا اي واحد عفوا هو 1 على 4، اي 0.25 أمبير. اي واحد هو 0.25 أمبير، و اي اثنان هو 0.18 أمبير. اذا لدينا تيارا، سوف نستنتج التيار اي 3. اذا من اجل استنتاج التيار اي 3، هنا لدينا هنا اي 3 وهنا اي اثنان وهنا اي واحد، سوف نستعمل قانون العقد، قانون العقد. ماذا يقول قانون العقد؟ هو المجموع الجبري للتيارات يساوي الصفر. ما معنى المجموع الجبري للتيار؟ يعني التيارات اللي داخلين العقدة نعطيو لهم الزائد، والتيارات اللي خارجين من العقدة نعطيو لهم الناقص، ونوضعو كل شيء كيساوي الزيرو. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، مجموع التيارات اللي داخلين العقدة كيساوي مجموع التيارات اللي خارجين. هذه طريقة أسهل، مجموع التيارات اللي داخلين العقدة كيساوي مجموع التيارات اللي خارجين. شحال التيارات عندنا؟ 3، اي 1 واي 2 واي 3. اي 1 هل داخل العقدة بي؟ اي واحد نعم داخل العقدة ب، اي اثنان خارج من العقدة ب، اي ثلاثة خارج من العقدة ب. اذا التيار اللي داخل غادي نوضعه في جهة، اي واحد هو الوحيد اللي دخلنا العقدة ب، بينما شنو هما التيارات اللي خارجين من العقدة ب؟ اي اثنان واي ثلاثة، اي اثنان زائد اي ثلاثة. مجموع التيارات اللي داخلين العقدة كيساوي مجموع التيارات اللي خارجين من العقدة، مجموع التيارات اللي داخلين العقدة كيساوي مجموع التيارات اللي خارجين العقدة. ماذا نحسب في هذا السؤال؟ نحسب اي 3. اذا التيار اي 3 يساوي، اي 3 يساوي اي 1 زائد ناقص، عفوا الى حولنا اي 2 الطرف الثاني، اي 1 ناقص اي 2 حسب قانون العقد. اذا قلنا اي 3 يساوي، اي 3 يساوي اي 1 ناقص اي 2 حسب قانون العقد. سوف نستعمل التطبيق العددي، اي 3 يساوي اي 1 0.25 ناقص اي 2 0.18، اي 3 يساوي تطبيق عددي 0.07 أمبير، 0.07 أمبير هو قياس شدة التيار اي 3 في المصباح ال 3. اذا السؤال 6 ب يقول مثل التوترات يو ا بي، يو دي سي، يو او دي، يو سي او و يو بي ان. نسيت ما كتبت هنا، يو E D U E D. إذن U A B، U A B من B نحو A، U A B من B نحو A، توتر U A B، U A B من B نحو A، توتر U D C، U D C من C نحو D، U D C من C نحو D، U D C من C نحو D، U E D، U E D من D نحو E، U E D، U E قلنا U
دي سي من سي نحو دي، يو او دي، يو او دي من دي نحو يو او دي من دي نحو او، يو سي او، يو سي او، يو سي او من او نحو سي، يو سي او من او نحو سي، يو سي او من او نحو سي، واخيرا يو بي ان من ان نحو بي، يو بي ان من ان نحو بي.